طيب لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم، والحقيقة كمان يعني هذه الفقرة مش بعيدة تماما عن قضية المناخ والطاقة وما إلى ذلك. الحقيقة وزارة الكهرباء تعاقدت مع شركة سيمنز لإنشاء مركز تحكم غرب الإسكندرية وتركيب 300 ألف عداد ذكي بنظام القراءة والتحكم عشان معالجة أي شكاوى ليها علاقة بالفواتير، تحسين مستوى الخدمة، رفع كفاءة أنظمة وتوزيع الطاقة، أيضا تحويل شبكة توزيع الكهرباء لشبكة ذكية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. وفي البداية يعني نحب نعرف من حضرتك أهم البنود اللي تم التعاقد عليها بين شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشركة سيمنز ألمانيا. في البداية تحياتي لحضراتكم وتحياتي للمتابعين الكرام. طبعا هو ده بيجي في إطار التطور زي ما حضرتك أشرت بيه للشبكات، شبكة ذكية، وده من ضمن يعني مراكز التحكم الحديثة اللي بيتم إنشائها في حوالي 47 مركز بخلاف 4 مراكز إضافية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والجايكا. من ضمنهم زي ما حضرتك اشرتي في مركز تحكم في اسكندريه، في شارع اسكندريه والنبادي في غرب اسكندريه، تكلفته تقريبا ما ياخد من حوالي 40 مليون يورو. طبعا مركز تحكم حديث على احدث الطرز الموجوده، بالاضافه لتركيب زي ما حضرتك اشرت 300 الف عداد ذكي. والعداد الذكي بيتميز انه بيبقى فيه ضبط للقراءات وضبط للمقابل الاستهلاك، ضبط كبير جدا. والمركز التحكم الحديث بيساعد درجه كبيره جدا لكشف ورصد اي عطل من قبل ما حتى المواطن او المشترك يبلغ عن اي عطل موجود، بحيث ان يكون في بيتم رصده الكترونيا والتبديل على مصدر ثاني بطريقه سريعه. واحنا بنحاول ان احنا نحدث الشبكه بتاعتنا، يمكن ده يعني مع توجيهات الرئيس في ان استقرار وجوده التخزين الكهربائي لكل المواطنين، وخاصه في شبكات توزيع. يعني شبكات توزيع هي ديت الاحتكاك المباشر مع المواطنين. طب دكتور ايمن، يعني ايه فوائد المركز ده؟ يعني كيف ستستفيد منطقة غرب الأسكندرية من مشروع سيمنز ده؟ إيه العائد اللي هيعود على المواطنين في غرب الأسكندرية؟ هو طبعا أول حاجة إن هو طبعا مركز التحكم ده بيبقى جاي في آخر خطوة، بمعنى إن بعد ما بيحصل تطوير لمنطقة معينة من إضافة تحولات جديدة، إضافة موزعات جديدة، كمان في نفس الوقت يبقى كل تغذية كهربية تبقى أكثر من مصدر، بعد كده بيجي المركز التحكم ده بحيث ان هو العنصر البشري ما يبقاش فيه تدخل قوي في رصد العطل الموجود، بحيث ان هو يبقى من قبل ما المواطن أو ان هو يبلغ، لا هو على طول المركز التحكم دوت بالسوائل الالكترونيه الحديثه الموجوده فيه والنظم الجديده بترصد العطل الموجود، تعمل تبديل ل في تغذيه بديله بحيث ان يحصل فيه على طول، يبقى فيه التيار الكهربي تبقى مستمر على طول، وعلى طول بيتباعت اشاره لجهات الاعطال للتوجه للمكان دوت، بحيث ان هو يتم اصلاحه. والهدف منه زي ما احنا قلنا ان هو تقليل بقى القطاعات الموجوده، الفقد الكهربي اللي موجود، ضبط كمان الاعداد الذكيه دي بتظبط بدرجه كبيره جدا موضوع الفواتير بدرجه كبيره جدا. طيب دكتور أيمن، عايزين برضو نوضح للسادة المشاهدين، ممكن حد يقول يعني إيه الفرق بين العدادات الذكية والعداد العادي، وإيه الهدف يعني من تركيب الرقم ده كله؟ إحنا بنتكلم في 300 ألف عداد ذكي، وبرضو حابة أعرف من حضرتك يعني هل العدادات دي لمناطق معينة؟ هو طبعا الآلية القديمة اللي كانت احنا معتمدين عليها اللي هي البكرة، ومحتاج قارئ يروح يقرا العداد وبعد كده تتحول إلى فاتورة وبعد كده يتحاسب عليها. الحاجات دي كلها بتحصل لما يكون فيها عنصر بشري، تلاقي عنصر بشري ما بقاش فيها الدقة وما بقاش فيها نسبة خطأ طبعا كبيرة. انما لما بتكون الرصد كله بيبقى الكتروني وفي نفس الوقت بيكون فيها يعني قرايه العداد على طول بتبقى مسؤوله مباشره، وفي نفس الوقت العداد الذكي
يمكن هو ده متطور كمان عداد اللي بالكارت. عداد الكارت بتشحن الكارت وبعد كده بتفرغ الشحنه دي في العداد وبعدين بتستهلك، واول باول بيبقى واضح للمشترك هو في انهي شريحه سحب قد ايه فاضل له قد ايه، وبالتالي يقدر يتحكم في الاستهلاك بتاعه. الاعداد الذكيه ديت متطوره عن كده، مش محتاجه الكارت. التواصل ما بينه وبين العداد والحته الكهرباء بيبقى اونلاين على طول مباشر، مش محتاج وسيط زي كارت او اي حاجه، يقدر يتابع استهلاكه مظبوط، يقدر يعرف بالظبط هو وصل لغايه انهي شريحه، وصل لغايه انهي سحب قد ايه من الكيلوات، وبالتالي يقدر يتحكم في الاستهلاك بتاعه. فيها دقه، فيها رصد لسرقات التيار الكهربي، فيها حساب الاستهلاك بيبقى بطريقه دقيقه، وبالتالي كمان بيساعد المشترك ان هو ينشط ده الاستهلاك بتاعه، يتحكم في الاستهلاك بتاعه، ما يعديش شريحه معينه او ما يعديش ميزانيه معينه هو يكون عامل حسابه عليها. وهي دي يمكن احنا يعني مش اول تركيب للعدادات الذكيه، احنا في حوالي 6 مناطق في على مستوى الجمهوريه كان في تركيب حوالي تقريبا 250 الف عداد كمرحله تجريبيه في مناطق متعدده من شركات التوزيع. انما 300 الف دول ديت مختصين بالاسكندريه، ودوت كانت مرحله ثانيه، كان في مرحله اولى قبل كده كان برضو ايضا في اسكندريه، زي ما موجود في القاهره، زي ما موجود في الدلتا. هي الفكره كلها زي ما حضرتك اشرتوا، احنا بنحاول ان احنا نتحول من الشبكه اللي هي التقليديه النمطيه اللي بيبقى فيها تدخل عنصر بشري الى الشبكه الذكيه. صحيح الشبكة. طيب دكتور ايمن، يعني شركة سيمنز الشريك أساسي للحكومة المصرية في ملف الطاقة، وشفنا يعني هي عملت إيه، مش بس قصة محطات الكهرباء، هي دخلت كمان في المشروعات التطوير الخاصة بالنقل. أنا يعني على قد ما يهمني طبعا أنا أحط إيدي في إيد سيمنز، أنا يهمني قصة التدريب، أنا استفدت منهم بتدريب كوادري المصرية إزاي، وهيأهلوني لإيه، وأقدر أستفيد إزاي إن أنا أنقل الخبرات دي كمان لأجيال متعاقبة. كلمة السر في القصة دي يعني أظن هي دي نقطة مهمة جدا، وده الاهتمام من ضمن اهتمامات أساسية في نقل الخبرة ديت. زي ما مهم زي ما حضرتك أشرت إن أنا أحتك بالخبرات الأجنبية والخبرات الكبيرة الدولية، مهمة قوي إن أنقل الخبرات ديت للكوادر المصرية. وفي يمكن عايز أقول لحضرتك يعني مثلا محطات سيمنز لما تم الاتفاق عليها كان بيتم الاتفاق ايضا على 600 عامل ومهندس وفني يتم تدريبهم في المانيا وهنا، بالاضافه الى يبقى كل مركز تدريب ليهم موجود هنا، ان يكون كمان في نفس الوقت نقل الخبرات دي ليها. وعايز اقول لحضرتك اي مشروعات دلوقتي بيكون فيها خبرات اجنبيه بيبقى حريصين جدا ان يبقى فيها تدريب عملي، تدريب على الشغل نفسه مع الكوادر ديت، وبيبقى فيها برامج تدريبيه على اعلى مستوى، ولما بيرجعوا الكوادر ديت تشتغل بيبقى في احتكاك مباشر كمان في التشغيل. يعني محطات حتى الثلاث محطات العملاقه بتاعه سيمنز اللي بيقوم بتشغيلها هو الكوادر المصريه، اي نعم تحت اداره المانيه او اداره سيمنز لفتره معينه، ولكن ده بيعود النفع ان الكوادر المصريه دي كمان بتشوف كمان ازاي بيتم اداره المحطات واداره يعني المصادر بتاعتنا، بحيث ان احنا نقدر نحافظ عليها وننقل الخبره دي. وعلى فكره الكوادر المصريه عندها قدره كبيره جدا في امتصاص الخبرات ديت وعظمها. صحيح طبعا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء على كل هذه الايضاحات.